خلاص بقى المشاكل اتحلت الحمد لله. اه طبعا الحمد لله. انت مش شايفه ولا ايه؟ بقول لك ايه، كلمي البنات دلوقتي قولي لهم ليالي جايه يا كلاب. انت ايه التبذير ده؟ اتغريتي بقول لك ايه، انا هخش ارمرم بقى ورا عبد الحفيظ. ها بجد انا اسفه جدا. على ايه؟ على ايه ولا ايه ولا ايه؟ على الاحراج والعطله والمشاكل اللي انا معيشاك فيها طول الوقت دي. ممكن ما تتكلميش الكلام ده خالص. انا متعود ان انا ما اعملش حاجه مش مقتنع بيها، ولما كنتش مقتنع بموهبتك ما كنتش وقفت جنبك خالص. تصدق انا خايفه بعد كل ده ان ما اطلعش عند حسن ظنك، ربنا يستر. والله بقى دي مشكلتك انت بقى. انا لو مكانك امسك في الفرصه بايدي واسناني. واحنا مصدقنا باباكي وافق اهو، مش هتعملي حاجه من وراه. وبعدين ايه ده؟ مش انتي المفروض كمان نص ساعه عندك كورس في الاستوديو؟ ايوه صح. طب وبعدين؟ طب انا هاخد عربيتي واجري واوام هبقى في الاستوديو، انتي بقى هتعملي ايه؟ خصوصا ان انتي بترفضي تركبي مع حد. اه بس المره دي مختلفه، المره دي ممكن كلمتي تنزل واركب معاك. الو؟ ايوه مستر وليد. كيفك يا استاذ عمرو؟ ان شاء الله تكون خلصت قرايه. ايه ما بدي تاخير، لازم نبلش نصور هالفيلم باسرع وقت ممكن. لا انا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي نازل على القاهره. بتوصي شيء من بيروت؟ طيب طيب، مع السلامه. مع السلامه، الله معك الله معك. تروح وترجع بالسلامه حياتي. غريب، هي اول مره بسافر بدون ما تعصبي. وليش لعصب؟ مش هيدا شغلك؟ لا، في شيء من وراء المسايرة. لا ابدا، بس هيك كنت بدي منك خدمة صغيرة. خير؟ بدي حدا من عندك من المكتب يحجز لي على لندن الاسبوع الجاي. ليه حبيبي بدك تروحي على لندن؟ بدك تعمل شوبينج؟ لا ما بدي اعمل شوبينج، بس الدكتور اللي عم تعالجني عم تراسل دكتور على الايميل هونيك وطلب انه يشوفني. رجعنا لهالموضوع ديما، رجعنا لهالموضوع. وليد بليز بلا عصبية، هيدا قراري مش قرارك. إذا أنت ما بدك ولاد أنا بدي. لا حبيبي، مش شايفة إنه كبرنا على القصة. ولأنه كبرنا لازم يكون عنا ولاد، هيك بضلهم حدي. أنت مش معي كل الوقت. خلص ديما، بكفي تحلمي أحلام مستحيلة. ومين قال أحلام مستحيلة؟ وليد إذا ما رح تتصل فيهم على المكتب أنا بتصل. اعملي اللي بدك يا ديما.